حضرة رئيس المؤسسة الصديق الشيخ الدكتور وجدي الجردي، حضرة مدير المدرسة الشيخ المهندس الشيخ وليد الجردي، صديقنا العزيز، المشايخ جميعا، فضيلة القاضي، الأحباء جميعا في استقبالنا، شيخ حمزة، شيخ منهال، الجميع، يعني شيخ عبد الله، لأنه طبعا ترافقنا ودرسنا سويا في العرفان واليوم في الإشراق، الأخوة الكرام أعضاء المجلس المذهبي دكتور طلال، حضرة رئيس البلدية الحبيب الأستاذ وجدي، والصديق الغالي الأستاذ كمال شهيب، تفاجأت بحضوركم دكتور رمزي، الأخوة جميعا، يعني بلشنا بالتسميات وبلشنا نغلبط هلأ دغري، لأنه ما من الشيخ ناجي، الكل أخوة وأهل وأحبة. عندما نزور الإشراق، في الإشراق تمر الذكريات وتمر الخواطر، في الإشراق يتسع الصدر ويكبر القلب، في الإشراق نفرح ونعتز ونرفع رؤوسنا أننا في مؤسسة توحيدية، في مؤسسة تربوية، في مؤسسة روحية وعلمية، استطاعت كما استطاعت العرفان التي منها انطلقت، استطاعت أن توازن بين العلم والدين، بين الإيمان والعلم، وهذا هو تحدي كبير، أن نربي على هذه القيم، قيم التوحيد، قيم المعروف، قيم الإنسانية، القيم الوطنية، القيم الاجتماعية، بالإضافة إلى العلوم، العلوم التي ندرسها بحسب المنهج التربوي. هذا التوازن تستطيع الإشراق كما تستطيع العرفان إقامته بجهود المشايخ الكرام، بجهود الأساتذة والمعلمات، بجهود الخيرين الذين ساهموا في بناء الإشراق منذ أن كانت فكرة، وكان مشايخنا في علي رحمهم الله، الشيخ أبو ريدان رحمه الله، الشيخ أبو هاني مسعود رحمه الله، والمشايخ الأجلاء جميعا، الشيخ أبو حمزة، طبعا الشيخ بويس أمين الفقي كان يعني سابقا ربما لتأسيس الإشراق رحمه الله، كلهم كانوا هذه النخبة، الشيخ أبو حمزة الفقي، هذه النخبة التي احتضنت وتحتضن الإشراق مع المشايخ، الشيخ أبو طاهر رحمه الله، كلهم، والشيخ اليوم أبو مسعود هاني أطال الله بعمره، هذه النخبة من المشايخ قلما تتيسر في بلد معين، تيسرت في علي فكانت الإشراق، كانت انعكاسا لهذه التقوى، انعكاسا لهذه الرؤية، انعكاسا لهذه الأخوة التوحيدية القائمة في علي، فكانت مؤسسة الإشراق بعونه تعالى أثبتت نجاحها. نستذكر طبعا المشايخ الذين كانوا هنا في الإشراق والذين عملوا، الشيخ محسن الجردي والشيخ غسان شيب، الشيخ عبد الله جمال الدين أيضا، طبعا ما قلت لك لعبة الأسماء متضيع، فيك أنت توشوشني إذا أنا نسيت، يعني لأنهم كل مشايخنا في القلب. أنا أقول ما أقوله لأقول أن هذا الجو، هذا المناخ، هذا المناخ، مناخ التقوى، مناخ الأخوة، المحبة، الإلفة، الصدق، الأمانة، هو كان وراء تأسيس الإشراق ونجاح الإشراق. واليوم رسالة الإشراق هي رسالتنا في مشيخة العقل، لأننا نكون أقوياء إذا كانت مؤسساتنا قوية، ننتج إذا كانت مؤسساتنا تنتج، نحقق أمال مجتمعنا إذا كانت مؤسساتنا على قدر عال من المستوى. هذا
هذا هو أملنا، أملنا بالمؤسسات. كما قلت في المحطة السابقة أننا بالأمس قتلنا بالسلاح، بالبندقية، بالسيف. تاريخنا مليء بالحروب وبالقتال، بمواقف القوة والشجاعة. اليوم قتالنا هو بالعلم، قتالنا هو بالمؤسسات. بدون المؤسسات وبدون العلم وبدون التطور نخسر المعركة. معركتنا اليوم ضد الجهل، معركتنا في إثبات وجودنا في هذا الوطن من خلال المؤسسات، وليس فقط من خلال السلاح الذي حملناه في الحرب، عسى ألا تعود. وأملنا كبير بمؤسساتنا وبأجيالنا الصاعدة أن نربيها على هذه القيم، القيم الدينية، الإيمان، القيم التوحيدية، القيم الاجتماعية المعروفية التي هي ركيزة أساسية من ركائز مجتمعنا، بالإضافة إلى العقيدة التوحيدية التي هي الركيزة الأولى. هناك ركيزة القيم الأخلاقية المعروفية، الفضائل، المناقب، هذه هي الركيزة الثانية في مجتمعنا، وبالإضافة إلى الركيزة الثالثة، ركيزة الوطنية والتعلق بالأرض، التمسك بالأرض، فهي قاعدة من ثلاثة ركائز أو من ثلاث ركائز: الفرد والعرض والأرض، بما يعني الإيمان والأخلاق والوطنية، التمسك بالأرض. الأرض أرضنا، دماء أجدادنا في هذه الأرض وعرق أجدادنا. هذه الأرض لم نحافظ عليها بسهولة، بل بتضحية وجهد. يجب أن نحافظ عليها وأن نستمر في الحفاظ عليها اليوم بالمؤسسات، بالعمل المؤسساتي الذي يحتاج إلى تعاون. وهذا أنتم تقدمون نموذجا في التعاون في هذه المؤسسة وفي مجلس إدارتها وفي هيئاتها ومن خلال طاقمها التعليمي. أتمنى أن نكون دائما على صلة وعلى علاقة. أنتم كما قلت تحملون مسؤولية عنا، خاصة في مجال التربية الدينية، التربية التوحيدية التي تقومون بها، وهي مسؤولية مشيخة العقل واللجنة الدينية والهيئة الاستشارية. معنا الشيخ منهال يعني يمثلكم معنا، هو مستشارنا. هذه هي مسؤوليتنا في مشيخة العقل، ولكن لا نستطيع القيام بها بدون مؤسسات. لذلك أقول أن العرفان والإشراق هي مؤسساتنا، كما الإيمان والمستشفى الوطني وكل مؤسسة في الجبل هي تعنينا، ولكن المؤسسات التربوية تعنينا بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى المجالس وإلى الخلوات. نحن بحاجة إلى مؤسسات تربوية تربي وتنشئ على التوحيد، على القيم، وعلى التعلق بالأرض، على هذه الركائز الثلاث. وفقكم الله، نحن إلى جانبكم وأنتم إلى جانبنا. أفضل.